تقاطع القوات والتيار انتهى؟ فينا نفهم هيك؟ لا يعني ما في لا. ما في اطلق هذه ال ليه؟ ما الوزير بسيط طلع قال علنا مش صحيح. حتقول لك نحن ثابتون والوزير بسيل متغير، بمعنى انه نحن يعني ثابتين على المواقف، على المواصفات، على المقاربه، على تسميه مرشح واضح في كل الجلسات والذهاب الى الجلسات لانتخابه. هو اظن انه عم بيعمل هيك اجستمان لموقعه وموقفه السياسي، وهذا حقه. يعني انا ما في ناقش بهذا الموضوع. في ناس بيقولوا انه جمران بسيل لم يعد 100% بفلك حزب الله او بحضن حزب الله، ولكنه مع ذلك لم يصبح 100% بجو المعارضه. لانه كمان كلمه التقاطع بين القوات والتيار منا كثير حقيقيه ومنا كثير مزبوطه. لانه اليوم القوات بكل المقاربات، وحضرتك بتعرفي ومواكبه، ما عم تشتغل وحده، عم تشتغل من ضمن مجموعه متماسكه جدا اصبحت. نعم. من القوى المعارضه اللي فيها حزب الكتائب، حركه تجدد، وبعض النواب. لكن تقاطع بسيل مع المجموعه مع هذه القوى والقوات ضمنها. كرمال هيك حتى التواصل والتنسيق ما عم بيكون مباشر بين القوات والتيار، عم بيكون بين التيار ومجموع هذه القوى. هلا انا تقديري انه التيار الوطني الحر ولا مره يعني خرج او فك نهائيا من هذا التحالف، صار عنده ارباكات وصار عنده تباينات حاده مع حزب الله. اسمه وعنوانه ربما الوحيد، ربما عم بقول مني اكيد، هو ترشيح سليمان فرنجيه. وبرايي انه تنازل حزب الله عن ترشيح سليمان فرنجيه في حال حصل بيوم الايام، نعم، اكيد هيدا رح يرجع يعيد العلاقه بين التيار وحزب الله الى ما كانت عليه، وربما اقوى. هل هذا يعني انه انا عم بنعي اي امكانيه لعودة التيار الوطني الحر إلى ما قبل العام 2006؟ انتبهي كمان ما في يأكد، وما بدي نفره، لأنه أنا كمواطن وكشخص يعني بيعتبر حاله من جمهور 14 أدار منذ 14 أدار، إيه بهمنا نكبر هذه القاعدة ويرجع جبران بسيل والتيار الوطني الحر بالسياسة إلى هذا المكان، بيكون ربح لألنا. نعم. طيب بس هل هالشيء رح يصير؟ هذا الامر متوقف عليه الطريقه اللي عم بيعيد فيها تموضعه مع حزب الله. انا عم بقول غير موفقه، لانه عم بطرح بالعلم والعملي انه مش موفقه، لانه انت عم تطرح مقايضه او تروك خليني اسميه بين قوانين اصلاحيه انت عارف انه قادرين ما يطبقوها. يا عمي مضيوا دستور، طلعنا دستور الطائف وما حدا التزم فيه بعد قوانين، وهو بيعرف الوزير بسيل كان وزير وهلأ نائب كمية القوانين اللي صدرت على المجلس النيابي واللي ما تطبقت. طيب بدي اعتبر انه هالمرة لح يطلعوا قوانين ولح يطبقوها، هل هالشي يعني مبرر كافي او ثمن كافي لاني انا ضحي بمنصب رئاسة الجمهورية اللي هو الموقع المسيحي الأول بالدولة، وأنت بتعتبر حالك من الذين يعني يتمسكون بحقوق المسيحيين، مع أنه أنا بدي نتمسك كلنا بحقوق لبنان بكل طوائفه، بس بدي جريك بأنت منطقك اللي ماشي عليه لك 16 سنة. طب أنت بتضحي بموقع الرئاسة كرمال القانونين؟ ليه؟ خذ القانونين، روح تراح القانونين، مين مانعك؟ مين مانع الأكثرية النيابية أن تقرر القوانين الإصلاحية ومين منعها قبل؟ منشان هيك أنا عم بقول أنه اليوم الحكم على استمرار هذا التقاطع بزخم أو على انتهائه باكرة جدا، فلننتظر مصير إذا بدك المفاوضات بين جبران بسيل وحزب الله لنشوف وين صارت. بكل أحوال هلأ المعلومات تشير إلى أنه الحزب يريد ورقة مكتوبة من الوزير بسيل فيها مجموعة المطالب اللي عم بيطالبها لحتى تكون موثقة ولحتى يناقشها مع حلفائه. وأنا بدي روح معك للأبعد، في حال اليوم حصل هذا الاتفاق
على الرغم من أنه طبعاً أنه في كتير إشكاليات حوله، بده مراسم تطبيقية، بده ضمانات أنه سينفذ هذا الموضوع إلى آخره. أنا بدي أفترض أنه بده ضمان أول جوزيفين، بده ضمان أنه يمرق بمجلس النواب. صح. ليش؟ أنه إذا الثنائي الشيعي والتيار اتفقوا على قانون، هني عندهم الأكترية. بدي افترض بدي خلينا نقفز لتاني مرحله. بدي افترض انه حصل هذا الاتفاق ووعدوه للوزير باسيل، والوزير باسيل قال لهم اوكي ماشي، وراحوا اتفقوا على سليمان فرنجيه. هل بتعتقد انه اليوم عندكم قدره التعطيل اذا ما حصل الوزير فرنجيه على دعم كتله مسيحيه وازنه؟ لكل حادث حديث. لا ما في. شو لكل حادث حديث؟ لن استبق. عندنا خيارات عديده مطروحه. شو هي؟ تبدأ من بحث فكرة التعطيل، مع أنه نحن بالمبدأ وبالأدئان تبعنا السياسي والممارسات الدستوري منا كتير محبذين وعم ننتقد الممارسات الشبيهة. بس إذا صار هذا الأمر وشفنا أنه هذا الأمر سيتهدد لبنان الكيان والوجود والرسالة، سيكون مطروع على الطاولة. نبدأ من هون بالخيارات إلى الخيار الأبسط والأكثر منطقية، اللي هو أنك بتكوني بالمعارضة 6 سنوات أخرى. نعم. وبتبني بالعمل التراكمي أنت وبالمعارضة. يعني نبدأ من هون، من هذا الخيار الأقصى والحاد. نعم. أكثر شيء، إلى الخيار السوفت مثل ما بيقولوا، واللي يعني يعبر عن